إذن مشاهدينا نعود لكم من جديد مدينة قلعة سرغنة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة، ومعنا السيد محمد الغالي عميد كلية العلوم بعد مجلس المؤسسة في نسخته الأولى أو دورته الأولى العادية. طبعا دكتور، اليوم عقد المجلس للمؤسسة في الدورة الأولى لهذه المؤسسة اللي هي حديث العهد، طبعا مجهودات ديال الجميع. بغينا نعرفوا بس على هذا المجلس هذا في دورته الأولى، كذلك والدور ديال اللجان اللي تكلفوا من خلال هذا المجلس. هو على أين هذا الدورة الأولى لعقد مجلس مؤسسة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، هي كتعتبر واحد اللحظة تاريخية تأسيسية بامتياز لبناء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة وترسيخها حتى تكون في مستوى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. وبالتالي فهذه الدورة كان الهدف منها أولا إتمام الهيكلة، على اعتبار أنه مسألة تتعلق بمختلف اللجان الدائمة وتحديد كذلك مقرر المجلس، وكذلك أن عرفت هذه الدورة تقديم عرض ديال البرنامج التطويري لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في أفق سنة 2027، وكذلك تقديم عرض حول الوضعية المالية للكلية والآفاق والتطلعات في المستقبل، تأكيد على أن الأولوية ستعطى بشكل كبير للبنيات التحتية البيداغوجية والعلمية، لأنه ما يمكنش نحضروا على مردودية بيداغوجية ومردودية علمية في المستوى إذا ما كانش البنية التحتية الأساسية. والتأكيد على أن هذه السنة الدراسية 2023-2024 هي سنة ديال التفعيل والتنزيل ديال المخطط الإسري ديال تسريع تحول منظومة التعليم العالي، اللي جات بواحد المجموعة ديال الإصلاحات اللي أكدت على المهارات الذاتية من خلال الإقحام الإعلاميات اللغات الحية الإنجليزية الفرنسية وغيرها، وكذلك حتى فرصة باش أننا نهضروا على ما يسمى بالمنصات اللي هي وفرتها الوزارة وكذلك الجامعة فيما يتعلق بالمهارات الذاتية وتدريس اللغات، والتأكيد على أن الطلبة خصهم يفعلوا هذاك الإيميل الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الجامعي، لأن تفعيل هذا الحساب أو هذا الإيميل الإلكتروني غادي يمكنهم باش يستافدوا من واحد المجموعة ديال الامتيازات اللي كتعطاهم على مستوى هاد المنصات التدريسية عن بعد، وكذلك الاستفادة من مختلف الإمكانات والمقدرات الكبيرة اللي كتوفرها وزارة التعليم العالي وكذلك مختلف الجامعات. لذلك فهذه الدورة شكلت فرصة، وبطبيعة الحال بالحضور ديال السيد رئيس جامعة القاضي عياض شكلت فرصة للوقوف عند مختلف نقاط القوة وكذلك الفرص المتاحة وكذلك التأسيس للمستقبل، خاصة على مستوى تأسيس مختبر لهذه الكلية ينضوي تحته جل الأساتذة، وكذلك تأسيس إحداث مسالك جديدة خاصة مسالك الماستر، وتقريبا كاين توافق باش أنه على الأقل غادي يكون عندنا واحد 4 ديال المسالك ديال الماستر في أفق السنة المقبلة إن شاء الله 2024-2025. وبالتالي فهي الدعوة صريحة أمام السادة الأساتذة للعمل والاشتغال و إحداث هذه المسالك الماستر في أفق إن شاء الله، باش أنه يكون واحد المركز ديال الدكتوراه هنا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة. وبطبيعة الحال حنا كنعتبروا كيف ما قلنا هذه الدورة الأولى هي لحظة تأسيسية بامتياز لمسار ناجح لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة، بطبيعة الحال بمعية كل الشركاء، لأنه هذه الدورة
حضر لها السيد رئيس المجلس الإقليمي والسيد مندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسيد رئاسة المجلس البلدي بقلعة الصرغنة. إذن كل هي هذه مؤشرات تؤكد على أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة الصرغنة فهي منفتحة على كل الفعاليات ومنفتحة من أجل أن يكون عرضها في مستوى التطلعات كإقليم في إطار جهة مراكش أسفي اللي كتعتبر من الجهات الرائدة على مستوى المملكة ككل وكذلك حتى على المستوى الدولي. وما ننسوش بأننا ككلية في إطار جامعة عريقة وهي جامعة القاضي عياض، وبالتالي الانتساب الانتماء إلى جامعة القاضي عياض يجب أن يكون في مستوى هذه الجامعة الرائدة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي كذلك. شفنا هناك كذلك تحديث واحد العدد ديال البنية التحتية داخل هذه المؤسسة هذه، ممكن نعرفوا هذه البنية التحتية شحال؟ شفنا وسمعنا في هذا المجلس أن هناك أجهزة إلكترونية واحد العدد ديال المكاتب اللي غادي يتزادوا في هذه الجامعة. هو تقريبا انه بالنسبه كما قلنا قبيله البنيات التحتيه الاساس اللي هضرنا عليها باش ان ما يمكنش اننا نحققوا مردوديه وتحول بيداغوجي وعلمي فيه قيمه مضافه الا ما كانش اهتمام بالبنيات التحتيه. بالتالي فعلى مستوى الاعلاميات تم الاحداث ديال 150 مركز غادي توضع فيها واحد العدد ديال 150 حاسوب في افق 200 حاسوب. اذا 150 تقريبا الان راه موجوده في افق 200 حاسوب. كذلك تم احداث مستوصف للطلبه، وهذا نعم وهذا كيمشي مع المجهودات الوطنيه في اطار التغطيه الصحيه والحمايه الاجتماعيه للشيخ صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله، واللي بطبيعة الحال دائما أن نأكدوا على الرفع من المؤشرات، فما يمكنش أننا نرفع من المؤشرات إلى ما خديناش مثل هذه البنية الصحية بعين الاعتبار. وهذا كان بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية اللي بطبيعة الحال تكفلت بالتجهيزات وتكفلت كذلك بالموارد البشرية باش أن الطالب في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بإقليم الصرغنة يحظى بهذه الاستفادة من هذه الخدمات الصحية. ثم كذلك هناك مقصف مهم وكبير لفضاء الطالب، هذا المقصف اللي بطبيعة الحال غادي يكون مجهز بأحدث التجهيزات واللي غادي يعطي كذلك واحد الفضاء في إطار الحياة الجامعية المتنوعة بطبيعة الحال، ويعطيهم فرصة الطلبة باش أنهم كهو كفضاء للقراءة والدراسة، ماشي فقط مقصف بالمعنى التقليدي، لا مقصف بمعنى معاصر كفضاء للدراسة وداخل في إطار الحياة الجامعية. وكذلك يمكن نقول بأن إن شاء الله في السنة الجامعية 2023-2024 غادي تزاد واحد الطاقة استيعابية ديال حوالي 1200 مقعد، يعني تنقول 1200 مقعد إلا ضربناها في 5 ديال الحصص الزمنية، بمعنى أننا غادي نضاعف الطاقة اليومية ديال الاستفادة من الدروس في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى 6000 مستفيد يوميا. وهذا رقم اللي ماشي سهل، اللي بطبيعة الحال التحقيق ديالو فهو جاء من خلال الدعم اللي كيقدمه السيد رئيس الجامعة جامعة القاضي عياض الأستاذ الدكتور بالعيد بوكادير. ومن دون شك فهذا كيتماشى سيد رئيس وكيتماشى مع الاستراتيجية اللي تسمى الشهيد الشمهسي وزير التعليم العالي، وهي الاستفادة ديال الجميع من إمكانات الجامعة. شكرا سيد عميد. معنا مشاهدينا السيد رئيس كلية جامعة القاضي عياض بمراكش اللي حضر معنا اليوم لهذا مجلس المؤسسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة الصرغنة. حضوركم اليوم سيد رئيس. شكرا الحضور اليوم، هذا أول اجتماع
لمجلس المؤسسة لولاية 24-26، وهو أول مجلس لهذه المؤسسة الفتية التي أحدثت مؤخرا على إطار تحويل مركز الجامعة الذي كان في قلعة الصغنة وحول إلى مؤسسة هي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة الصغنة، مؤسسة فتية بها ثلة من الأساتذة الشباب المتحمسين الذين يحملون مشعل التفوق مشعل التميز. وبهذه المؤسسة كأعطاء اليوم كان النقاش يعني بناء، وكان كل الحاضرين يعني كان هناك توافق على أن تكون لهذه المؤسسة الفتية آفاق قوية جدا، ولهم كذلك آمل أن يكون هذا التميز أن يعم كل الطلبة وبالانخراط التام والقوي في هذا الإصلاح الجامعي بتكوينات جديدة ومتجددة، وكذلك هذه التكوينات التي عضدت بوحدات في اللغات ووحدات في المعلوميات، كذلك وحدات في الثقافة، وحدات هذه الثقافة يعني الثقافة العامة التي تهدف لأن يكون خريج الجامعة مواطنا متفاعلا مع المجتمع، وقبل أن يكون متفاعلا يجب أن يكون على علم بهذا المشترك المغربي، مشترك تاريخي والمشترك يعني الفني، وكذلك جميع المشترك هذا داخل هذا الوطن، يعني يجب أن تكون لديه يعني علم تام بالمغربية التي يمتاز بها يعني هذا الوطن. ولذلك فهذا الخريج لما يكون يحمل كل هذه المعاني سيتفاعل وستكون يعني حظوظه في ميدان العمل وميدان الشغل ستكون قوية جدا. كان كذلك يهدف هذا المشروع إلى أن تنطلق عملية يعني تقديم برامج حول الماستر، يعني تكوين إضافي في الماستر في تكوينات تهم البحث العلمي من بعد. وفي خلال هذا البحث العلمي فاتفق كذلك المجلس على إحداث أو يعني إحداث مختبر للبحث العلمي، وهذا المختبر سيجمع كل أساتذة والباحثين وكذلك الطلبة الباحثين في الدكتوراه ليجيبوا على أسئلة المجتمع، يجيبوا على الأسئلة التي تؤرق يعني الميدان القانوني والاقتصادي والتسييري بالإقليم وبالجهة وداخل الوطن. وأملنا كبير أن هذه الفئة وهؤلاء الأساتذة المتحمسين الباحثين وكذلك طلبة هذه المؤسسة أنهم سيصلون إلى أهدافهم والجامعة بجانبهم بقوة لأن يكون هذا الوصول على أسرع وقت ممكن والأحسن القادم إن شاء الله. شكرا سيد الرئيس.